يشرفني أن أقدم نفسي بعد هذا. كاتب صحفي، عندي عدة فيديوهات تنفضح فيهم الفساد، خاصة الفساد اللي كان في الولاية على هذا الحسن العمراني الله يرحمه. كاتب صحفي، ولكن الأهم أنني كنت أنقلها بكل افتخار نيميرو أن في قسم التعمير بولاية الرباط، إذن كنت نعرف شنو تيوقع في الرباط كامل من اختلالات، لأن كنت نواكب عملية البناء والتعمير في تراب مدينة الرباط أي عاصمة المغاربة. واللي تنقول واللي تنأكد بأن المغرب ما خصو حتى خير إلى حرب الفساد، فإلى حرب الفساد فغادي كله بلا ما يلقى لا بترول لا غاز لا والو، يحاربوا فقط الفساد، وغادي يكونوا المغاربة كلهم يعيشوا العيش الكريم، والمغربي أنا تنتفائل الخير بتجربة حياة مهنية وسياسية وهذا، بأن المغاربة يمكن تولي الجنسية المغربية هي تقول مغربي، بعد أن المغرب الحمد لله تينعم جميع بطقس معتدل بحر ومحيط بالجبال بالتولوز بالصحراء، معناه المغرب متنوع وطقسه معتدل، راه تيجينا الحس تيجينا داك تيصد داك الشرقي من داك الجرال الجزائر تعكر لنا الجو. إذن المشكله حنا عندنا عدوتنا هما اللي تيشوفوا فينا هنا الجزائر النظام الكابرانات، بانه تيشوفنا اننا حنا حققنا واحد الانجازات كبيره، لان احنا دوله الحمد لله بلا بترول بلا والو، دوله رائده افريقيا وعربيا. اذا رغم انه جات واحد الحكومتين تاع اخوان ابن كيران وهذاك اللي هدموا داك الشيء اللي تبنى في العهد الجديد، لانهم سياسات لا شعبيه وقهروا عباده وداك الشيء، جات تكملت هاد كورونا. اذا جات هاد الحكومه هذه اللي استبصر لها كل شيء، استبصر لها خير منهم انا الحمد لله، لأن حيدنا من هذوك الناس اللي كانت تمشيوها في الكنايز، فقيه تمشيوها في الكنايز وتشيعوا الجنازات تهنينا منهم. جاب الله دابا حكومه، ولكن حكومه اللي مازال ما دارت والو، بالعكس بقدر تاخذ اجراءات اللي تنوضوا الاحتجاجات. فانا مع وزير التربيه الوطنيه والصحه والرياضه سي بن موسى، لانه من خيره رجال البلاد، ولكن هذاك التسقيف ولا هذا انا متفق معك على انه التعليم، لان ما يمكنش تبني شي بلاد بلا ما تبني البشر ديالها، واللي هو في التعليم. التعليم حنا تقهقر من نهار عربوه من 1984 من داروا التعريب، وصلوا التلاميذ اللي لازم توصلوا حتى البكالوريا ما تلقاو فيهاش يزيدوا، لان عندهم التعريب، اش غادي يعرب اش غادي يفهم في العربيه. اذا حنا ماذا بينا، وحتى الفرنسيه راه ما بقاتش واكله، خصنا نديروا الانجليزيه. اذا شنو كان فرحبت ما غادي يسقف يدير التسقيف ديال 30 سنه، كان يديروا يدير التعليم، لان شكون اللي كون هاد الاطباء وهاد المهندسين؟ هما الاساتذه والمعلمين. اذا هنا كان يفرض عليهم ماشي السن، يفرض عليهم كالمعاهد العليا، يفرض عليهم معدل مزيان في الباك، معدل مزيان في هذا، باش يجيو ويشجعوا اللغه الانجليزيه، لان خصنا نكونوا اساتذه من اللغه الانجليزيه، لان حتى الفرنسيه شنو بقات فرنسيه؟ لا فرنسا، بلجيكا، الكيبيك ولا هذا، اذا ما بقاش عندنا لغه العصر ولغه العلوم ولا هذه هي الانجليزيه. إذن خصنا نكونوا، لأن المغرب فيرتيل موجود، عنده حتى الأبناء ديالو أذكياء، يمكننا نصنعوا من المغرب يكون دولة رائدة عالميا، ماشي هذا ليكون هذا. إذن كنت كتبت واحد المقال تنقول، وكنت استبشرت خير في الحكومة، وقلت بأنه انتظارات المغرب، انتظارات المواطنين العاجلة للمواطنين المغاربة من حكومة السيد أخنش. قلت أول مطلب وهو اعتماد ساعة غرينتش، لأن هذيك الساعة راح تكرفص على الناس. أنا ما تنهدرش على
الناس وكثر من هكا غادي نعطي واحد الواقعه وقريبه ليا ان الام تتفيق جوج بنيات تويميات عندهم اربع سنين وتيجيو تقالت لي تيبقاو فيا لانه تيقولوا لها مامون سي طونكور لا نوي بوركوا اون باغ ا ليكول مينتنون. هادو اللي عايشين مزيانين وسخان وغادي يمشيو في السياره ما بالكم انتم هادوك بناء الشعب وهما الكثره الكثيره انه غادي يفيق وليداته في الظلام في البرد المبارد في الظلام يوصلوا للمدرسه في الظلام وعاد يرجع عاوتاني يمشي هو سميتو تنعرفهم بزاف وتيتفكوا راه كل شيء تيغوت كل شيء تيقول لك اللهم هذا منكر هذيك الساعه زادوا علينا داك الناس هذوك ما تعرفوا غير الزياده زادوا في الاسعار زادوا في كل شيء زادوا حتى في الساعه لان ما تعرفوا غير الزياده. اذن هذا مطلب. مطلب اخر واللي الناس على هذا الارتفاع الصاروخي لاسعار المواد الغذائيه هو هاد القضيه نتاع الغازوال وصل فات 10 دراهم. اذن فات 10 دراهم راه كل شيء تيتزاد مباشر زيد على ذلك انه المواد الاوليه ارتفعت ترتفع بها وتترتفع التنقل وسائل المصرف ديال التنقل اذا ارتفعت الاسعار. اذا علاش اللي ما سي اخنوش وانت اكبر واحد معني بهذا الامر لانه تتخلي الرعاوني يهضروا تيقولوا بانه ما بغاش يبدل لان عنده مصالح وعنده وانا تنعرفك لان اللي تبرع ب 100 مليار في كورونا ما تيحسبش الفلوس وما تيحسبش المصالح ما تيحسبش المصالح الماديه اقولها لان انا قلتها في فيديو سابق ان دوك الناس ما تيديوهاش في الفلوس المصالح. اذا رجاء غير واخا تأدي انا عارفك بانك يمكن تعوض ولا تنسق باش يرجع لا سمير التكرير ويعاود الاشتغال. اولا غادي نشغلوا داك الطبقه اللي مساكن في المحمديه ونميو هذيك المحمديه، ثانيا غادي نحيدوا واخا على الاقل واحد 50 سنتيم ولا 60 سنتيم في الليتر على المواطن باش ما نجيبوهش مكرر ونجيبوه حتى لهنا عاد التكرير. وهذا مطلب وانا ارجوك رجاء انا سي اخنوش هذا عمل باش تعميل عينين لهذوك الناس اللي داك الرعاوين اللي تيهضروا هما كانوا سابقا تيهضر على 17 مليار ولا هذا في داك الشيء نتاع البومبات ولا هذا مع انه حصل عنده فساد نتاع 60 مليار في مكناس 60 مليار من الجبايات اللي مشات وتيهضر بانك بحال اللي راك انت استفدتي ولا ما عرف شنو بغى يدير ب 17 مليار درهم مع انه وهذا اولا لانه حسب التعليمات الملكيه الدوله الاجتماعيه فخص ما يتعداش الليتر حسب القدره الشرائيه في المغرب 7 دراهم ولو اقتضى الامر يرجع الامور كما كانت يدخل صندوق المقاصه الى حين ان شاء الله اما ينزل السوق العالميه او نلقاو شي بترول ولا غاز الحمد لله وان شاء الله غادي نلقاوها. ونتمنى منكم سي اخنوس والحكومه كامله انهم يوفوا بالوعود ديالهم انهم غادي يخدموا هذا الشعب وغادي يخدموا لصالح الوطن وماشي غادي هذا. السلام عليكم.